مشاهدينا مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من بلا طول سيرة، والليلة رسميا الحلقة الأولى بهالموسم وهي وعم بتشتي. بتمنيها حلقة دافية. شو عنا؟ منشوف سوا. الليلة في بلا طول سيري، رحلة البحث عن العلم اللبناني الأول من بيت الاستقلال في بشامون إلى متحف روبير معوض الخاص في بيروت. هل العلم الأصلي الأول في بيروت أم كندا؟ عرض علي أول شيء يشتروا العلم. جوائز تكريم للمبادرين الشباب وأصحاب الإنجازات المتميزة والتفوق العربي في مختلف المجالات والميادين. جوائز استثنائية لشخصيات استثنائية. أضواء على الدورة السابعة التي أقيمت السنة في القاهرة مع مؤسس الجائزة الإعلامي ريكاردو كرم. الممثل طوني أبو جودي يكشف عن موهبة جديدة بعد التمثيل والغناء. Tell me when will you be mine. كيف رسم أبو جودي مغامرات ماكسيم شعية في كتاب ماكسيموم ماكس المصور؟ في الحلقة أيضا تجربة مدمن سابق بادر إلى افتتاح مركز متخصص لإعادة تأهيل المدمنين. يعني نوصل لمراحل أمرار نضطر أن نوصل على بيت الشخص. كل هذه المواضيع وأكثر الليلة في بلا طول سيري. للمشاركة في البرنامج مباشرة على الهواء 01-48-48-80، الخط الساخن 71-106-111. zafanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. كمان الليلة رح يكون معنا الناشط عماد بزة لنحكي معه قصص أبطال مغمورين غيروا التاريخ وبقيوا مغمورين بمناسبة صدور كتابه الجديد. من غرفة العمليات برفقنا مثل العادة على الشحادي اللي عم بتابع تفاعلكم معنا عبر وسائل التواصل والخط الساخن. مساء الخير علي. مساء الخير زافين، ومساء الخير لكل المشاهدين. عم نتلقى تفاعلكم معنا مثل العادة على فيسبوك، على تويتر، وأكيد على الواتساب على الرقم 71-106-111. بدي اذكركم انه كل شيء عليكم تعملوه انه تبعتوا لنا تكست مسج، رساله نصيه او سيلفي فيديو. بس شغله ما لازم تعملوها انه ما تدقوا لنا، ما بنقدر ناخذ اتصالاتكم خلال الحلقه، بس احملوا التليفون وبعتوا لنا واتساب فيديو عم تعلقوا فيه على اي موضوع حابين تعلقوا فيه خلال الحلقه. في شيء نحن ما عرضناه الحلقه الماضيه، في ناس عم تسال عنه، خلينا نشوف هذا الواتساب اللي وصلنا. هاي زفان، حضرت الحلقة الماضية وكانت كتير حلوة، بس يا ريت بتعرضوا كيف بنرسم العلم اللبناني بريبورتاج هذيك الحلقة، لأنه كل حدا بيرسم العلم اللبناني بطريقة غير، فحاب أعرف كيف بنرسم عن جد. فإذا في عنا كتير طلبات على هيدا على هاي الفقرة اللي خاصة بتاريخ العلم اللبناني وكيف بنرسم، حنقدر نعرضها اليوم زافين ما هيك؟ أنا لك على الدستور اللبناني طبعا واضح بتحديد طريقة رسم العلم، لازم المقطع الأبيض يكون مرتين أكبر من المقطع الأحمر، ولازم كمان الأرزة تكون خضرة مش جزعة غير لون، يعني كلها خضرة، ودقة بالمقطع الأحمر من فوق ومن تحت للدلالة بأنه الأرزة بتبقى خضرة بدم اللبنانيين. بالصور التاريخية الأولى للعلم منشوف عدة أشكال أخرى للأرزة، بس الدستور حدد الرسم مظبوط، ومع الأسف حتى بكتير من الإدارات الرسمية بعد العلم أحيانا مش بالصورة الصحيحة، مثل ما عم نشوف هيدي عدة صور من عدة مراحل تاريخية، وآخر علم الملون هو العلم اللي موجود اليوم بقصر بعبدة. بعد شوي عنا محور كامل عن العلم. قبل من الاستوديو مننتقل إلى الشارع وحي سبيرز مثل العادة. شت برد، تلج، سقيع، زمهرير، زبالة، ما بيهمنا. سيبال الحداد إذا مش على الرصيف حد الرصيف. هاي زفان، مثل ما انك شايف اليوم انا بالسيارة لانه ما اني قادرة اوقف برا على الحيط لانه كتير عم بتشتدني، فقررت انه خبر المشاهدين عن الايفنتس اللي عم بتصير بلبنان وببيروت تحديدا هون من السيارة. اليوم في ايفنتين جديد عم بيصيروا ببيروت وراح يصيروا ببيروت. اول واحد هو بيروت اند بيوند انترناشنال ميوزك فاستيفال. هالمهرجان بيستقبل فرق موسيقيه من لبنان ومن العالم. رح يبلش هالايفنت ب 8 ديسمبر وبيخلص ب 11 ديسمبر بمسرح المدينه.
لكل الاشخاص اللي عابينهم يعرفوا تفاصيل اكثر عن هيدا عن هالمهرجان فيهم يفوتوا على فيسبوك بيروت اند بيوند انترناشونال ميوزك فيستيفال. هيدي كانت كل الايفنتس اللي موجوده على حيت سبيرز لهيدا الاسبوع. على سيره الموضوع اللي عم تحكوا فيه كان في سنه نكهه خاصه لعيد الاستقلال وخاصه من خلال الزينه ووضع الاعلام وين ما كان وكان لها هيك مثل زينه خاصه. فهيدا الشيء خلاني انه يكون عندي حشريه اكثر اعرف تفاصيل اكثر عن الاعلام قبل عيد الاستقلال وقبل الاستقلال. فخلينا نشوف بهيدا الريبورتاج كيف كانت الاعلام وشو كان الأعلام اللبنانية قبل الاستقلال. قبل ولادة العلم اللبناني بشكله الحالي عام 1943 مرت في تاريخ لبنان أعلام بأشكال وألوان مختلفة اعتمدت رموزا وطنية ورسمية. فهذا العلم مثلا المقسم جانبيا باللونين الأحمر والأبيض يتوسطهما إكليل أخضر اعتمدته إمارة المعنيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر. أما إمارة الشهابيين بين الأعوام 1698 و1842 فقد اعتمدت علماً أزرق يتوسطه هلال أبيض. بعد العلم الأحمر بالهلال والنجمة الذي اعتمد في عهد المتصرفية استعمل اللبنانيون عام 1918 هذا العلم الأبيض الذي تتوسطه أرزة خضراء للدلالة على حلم الجمهورية الناشئة. بعد سنتين دخلت الألوان إلى العلم الأبيض وصار علم دولة لبنان الكبير عبارة عن العلم الفرنسي مع الأرزة الخضراء في وسطه الأبيض. وفي جولة على الأعلام التاريخية الأخرى التي رفعت في لبنان نجد هذا العلم الفينيقي بلونيه الأحمر والأزرق، ونجد أيضا علم آل نكد، علم القيسيين، علم التنوخيين، علم ثوار المردة، علم آل جنبلاط، فعلم الإدارة العربية في أعقاب انهيار السلطنة العثمانية، ومن بعدها علم المملكة السورية. هذه بعض من الأعلام المنسية من التاريخ اللبناني. أما الأعلام الحاضرة التي ترفع اليوم فنتركها لمن يتذكرها بعد 67 عاماً. إذن كانت هيدي لمحة لأبرز الأعلام اللي رفعت بشوارع لبنان وفوق منازل اللبنانيين عبر التاريخ. وبما أنه وعدناكم نكفي نخصص مساحة للرموز الوطنية اللبنانية استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي الخاصة بعيد الاستقلال، الليلة منكفي رحلة البحث عن العلم اللبناني الأول اللي بيحمل تواقيع رجال الاستقلال الأوائل. مثل ما هو معروف العلم اللبناني الأول رسم بجلسة سرية لحكومة الطوارئ اللي شكل زعماء الاستقلال مجيد أرسلان، صبر حمادي وحبيب أبو شهلة من بعد اعتقال الرئيس بشارة الخوري ورفقاته. هل الوزراء اجتمعوا ببلدة بشامون وصمموا العلم الجديد للجمهورية اللبنانية المستقلة وقاموا بالتوقيع عليه مع عدد من السياسيين والزعماء اللي انضموا إلهم مطالبين بالاستقلال؟ رفع العلم للمرة الأولى بمنزل الشيخ حسين الحلبي ببشامون، حيث تم الاجتماع السري ب 22 تشرين الثاني 1943. ببحثنا عن هالعلم وجدنا بكتاب الشيخ بيير الجميل تاريخ في صور مجموعة من الصور لأول الأعلام اللبنانية، وكمان وجدنا صورة لوثيقة بعود تاريخها إلى سنة 1961 بتأكد أنه العلم الأول الموقع موجود بالمتحف الوطني. اتصلنا بالمتحف وكان هنالك تأكيد تام على أنه العلم غير موجود بالمتحف لا ببيروت ولا ببيت الدين، وقالوا لنا أنه في علم صغير مبروز ببيت الدين ولكنه من الأعلام الأوائل، هو علم على قماش ولكنه منه العلم الموقع من رجال الاستقلال. وبما أنه ما عندهم أي علم بمكان وجود هالعلم اليوم، الاحتمال الثاني ببحثنا وجدنا أنه هالعلم موجود بمنزل آل الحلبة بابشامون، ولكن في معلومات متضاربة حول هالموضوع. هنالك من يؤكد أنه العلم موجود ببشامون حيث رفع للمرة الأولى، ومن يقول أنه العلم موجود بكندا حيث يعيش عدد من أفراد الشيخ الحلبي وخاصة حفيدته الموجودة بكندا. قصدنا بشامون والتقينا حفيد الشيخ الحلبي اللي أكد أنه العلم موجود ببيت العيلة ببشامون اللي يطلق عليه بيت الاستقلال، ونفى أنه يكون العلم بكندا أو أنه غادر لبنان بأي وقت من الأوقات.
هيدا علما انه الاستاذ جهاد الحلبي شخصيا عايش لاكثر من 40 سنه بكندا قبل ما يرجع يستقر بلبنان. بنشوف هالتقرير من بيت الاستقلال ببشمون. بارتفاع العلم اللبناني هون ب 22 سميت حكومه الاستقلال. اللي رفع العلم الامير مجيد ورجال الدوله اللي كانوا هون. هيدا العلم تخيط ببيروت، هنري فرعون هو اللي جاب العلم لهون من بيروت لهون. ما طلع من محله، ما طلع من هالبيت، ضل موجود هون وضل محتفظ فيه، وقصه مثل ما شفتوا هون وراي انعمل باطار لحتى ما يخرب اكثر، كانت الامضاءات مبينه عليه كلياتها وكان واضح. ولكن مثل ما حكينا 73 سنه يمكن الامضاءات ما عادش مبينه. عرض علي اول شيء يشتروا العلم. وعرضوا علي يشتروا البيت، وعرضوا علي اتجاهل هال اللي انبنى هون. ولكن انا بقول لهم هيدا مش لحدا، لا اسا ولا بكره ولا بعدين، وما حدا يفكر فيها هالطريقه هيدي، لانه هيدا تاريخ ما بينباع. إذن هيدا فعلا العلم الموقع الأول مثل ما بيأكد الأستاذ الحلبي، ولكن العلم معرض للتلف، وهنالك أسئلة حول إذا كان المكان الموجود فيه هو الأفضل للمحافظة عليه، ومثل ما قلنا أنه بلشت يعني التوقيع بطلت واضحة على العلم. بهالوقت دايما بنسمع أنه العلم الأول يعني هيدا العلم جرت حياكته ليبقى محفوظ، لأنه مثل ما هو معروف الورق بيهتري. في رسمة شهيرة لتخليد ذكرى الحياكة كفعل وطني بيتحدى العوامل الطبيعية، ومنيح اللي هيك صار على كل الأحوال. هلأ وين هو هذا العلم اللي جرت حياكته؟ هالعلم موجود ضمن مقتنيات متحف روبير معوض الخاص بوسط بيروت. طلبنا زيارة المتحف لتصوير العلم، ولكن فوجئنا بأن المتحف مقفل بسبب الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط السرايا الحكومي. بشكر إدارة متحف روبير معوض اللي سمحت لنا استثنائيا ندخل المتحف لتصوير العلم، ومنشوف هالتقرير واللقاء مع مدير المتحف الأستاذ نصار أبو خليل. الموجود هون يلي هو جرى حياكته بالنول، يقال انه زوجته للمرحوم صائب سلام وزوجته للمرحوم بيير جميل اخذوا الرسم الاساسي على دير للراهبات بكسروان، حيث كان في بنات يجوا يشتغلوا بالحياكه، واوكلوا لهم انهم يعملوا لهم نسخه محاكي طبق الاصل عن الرسم الأصلي. كان الفكرة كانت ناشئة بهالغرفة. خلال الاجتماعات كانوا بلشوا يفكروا إنه العلم اللبناني منيح إنه يكون فيه الأرزة مزينته. فخلال الجلسة اللي كانت سريعة لأنه كان في توتر، يقال إنه سعد الملا صار يرسم بقلم الرصاص نواة العلم اللبناني، وبعدين اتفقوا عليه كلهم وأقروا. هلأ بالنسبة للأحمر والأبيض، وقت زار رئيس النمسا
لبنان من شي 3 سنين قال لي أحد النواب أنه يظن أنه العلم اللبناني مستوحى من العلم النمساوي قبل الغزو النازي. ليش؟ لأنه هاري فرعون كان رئيس الجمعية اللبنانية النمساوية، والعلم النمساوي كان أحمر على الطرف وأبيض بالنص بدون الأرز. القصر مسكر من أول الصيف لأنه تبعاً للظروف الأمنية اللي محيطة فينا، في إجراءات كمان أمنية كتير ضاغطة، يعني نحن تعاملنا معها لمدة 2 سنين تقريباً، لكن صارت بالأخير كتير كتير يعني صعبة. من ضم صوتنا لصوت القيمين على متحف روبير معوض ومن طالب بمراجعة الإجراءات الأمنية المشددة بالمحيط ليقدر المتحف يرجع يستعيد الروح ويفتح أبوابه أمام الزوار. هل فقرة كانت باستكمالا للحلقة الخاصة اللي طرحنا فيها الأسبوع الماضي موضوع عيد الاستقلال، واحتفلنا بعيد الاستقلال على طريقتنا، طبعا عيد الاستقلال 73 للبنان. بعد الاحتفال بنحتفل بعد الاحتفال في إعلان، ومن بعد الإعلان بنحتفل على طريقتنا هالمرة بشو؟ بذكرى أسبوع البلاك فرايدي بلبنان، ورح يكون معنا مدير خوري هوم. إذا طالع بالكم تقولوا له شيء بعتوا لنا فيديو على 71-106-111. استراحة وبنرجع. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01-48-48-80.